قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن سوء التغذية بين أطفال اليمن وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق. وأشارت المنظمة إلى أن نحو 2,200,000 طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة. وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو قد أكدت أن 14 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.